الدكتور طارق شوقي اللي هو وزير التعليم بيقول لك لن او محدش هيتعين بدون استعلام امني. اللي هو يعني انت لو ايه؟ لو كواليفايد قوي يعني مناسب قوي للشغلانه والوظيفه وسوي نفسيا وما عندكش اي مشكله نفسيه وكمان فت قوي ورياضي وبتلعب جيم ومفتول العضلات وحافظ النظام الجديد زيك زي معالي وزير التعليم ودفعت ال 22 جنيه للبنك ورفعت الشهاده ومعاك شهاده حسن سير وسلوك وجبت موافقه 2 موظفين وضمان مش عارف مين وموافقه مين وشيخ الحاره وشيخ البلد وشيخ الطريقه وكل الكلام ده لازم في الاخر الورق بتاعك ده يتشال هيله بيله كده ويروح يتعرض على السيد المخبر بتاع الاسم بتاعكو. لو السيد المخبر قال لا الواد ده ما ينفعش يبقى سعادتك مالكش تعيين عندنا. اسمع كلام الراجل الطيب ده، ده مين ده يا علي؟ الدكتور رضا حجازي. لازم يتعمل عليه استعلام امني، مفيش طبعا. واحد هيتعين في الدولة معلش طبعا استعلام. طبعا، لا أنا مع ده. ده واضح كده، غير الصحيفة الجنائية في استعلام امني، بعد ما قبل ما بيستلم العمل بيجي له الاستعلام الامني، ما جالوش. طيب يا دكتور رضا يعني انت متعين في وزارة التعليم، المفروض يبقى العامل الوحيد او المقياس الوحيد هو مدى كفاءة المدرس اللي هيعلم ولادنا. ايه دخل المخبر بتاع اسم الشرطة اللي هيوافق على الورق؟ قول لي مثلا اعرضه على متخصصين فكريين يناقشوه في فكره، اعرضه على ناس تربويين يشوفوا مستواه التربوي، اعرضه على دكاتره في الجامعه يشوفوا مادته العلميه، اعرضه على ناس مثقفه، لكن تيجي تعرضه على المخبر او امين الشرطه اللي قاعد في القسم او في النقطه اللي بيتبع ليه محل سكنه، وفي الاخر امين الشرطه يقول الواد ده مش هيشتغل والواد ده هيشتغل والواد ده ما ينفعش والواد ده ينفع والاستاذ ده ما ينفعش والأبلة دي تنفع؟ بالله عليكم ده ينفع؟